مرحبا حبايبي أصحاب برج الجوزاء، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزاء العامة. القراءة راح تكون عامة، تشمل الصعيد العائلي، العملي، الصحي، العاطفي، وضع المنفصلين، العزاب، من القادم في طريقهم، وأيضا المرتبطين، والطاقة العامة لنهاية الشهر بصورة عامة، شلون راح تكون وشنو الشيء اللي أنت متوقع حدوثه وراح يصير خلال هاي الفترة إن شاء الله. قبل ما نبلش نقرأ التوقعات، سووا لايك إذا عجبكم الفيديو، اشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين، وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات. خلونا نبدأ. يعني قلت لك طاقتك بصورة عامة هي طاقة الإحباط، عندك إحباط معنوي كلش كبير خلال هاي الفترة. يعني أشوفك ما قاعد، حتى الفرص اللي قاعد تجيك او اللي راح تجيك حتى انت ما قاعد ترفض فرصة ولكن ما قاعد تقبلها اساسا. نفسيتك كلش متعبة، صار لك فترة اكو موضوع معلق انت تريده ينتهي بس الموضوع ما قاعد ينتهي. كل ما تقول انه انا وصلت خط النهاية وخلص هذا الموضوع، راح انحيي، راح اطلع من حياتي، الموضوع يرجع يصير بي يعني اشكال معين او خطوة معينة ترجعك نفس الشيء لنقطة الصفر. كل ما تقول انه انا خلصت نهاية الموضوع ترجع للصفر، تشوف نفسك ترجع للبداية. فعندك مواضيع تريدها تنتهي، تريدها تخلص، ممكن على صعيد عملي، ممكن على صعيد عاطفي، على صعيد عائلي، اذا كنت مقدم حتى على سفر. فاشوف انه انت دائما من توصل الى خطوة معينة وتقول انه الموضوع انتهى، فجأة تشوف انه الامور رجعت كلها لنقطة الصفر، يصير شيء مفاجئ وترجع لنقطة الصفر. فاشوف عندك يعني مدى تحاول تتقدم بحياتك خلال هاي الفترة، عندك نوع من مو بس الإحباط وإنما أنت متثاقل، خطواتك متثاقلة، أشوفها كلش متباطئ. يعني أنت مو متباطئ، أنت أصلا يعني دا تحاول إنه توقف الأمور كلها، يعني تريد تبقى على هذا الوضع وخلص ما تتقدم بعد لأي مكان، لأنه عندك طاقة كبيرة من الملل. شوف حتى على الصعيد العملي عندك روتين من العمل، البعض منكم أشوف إنه أكو شخص راح يجي، اكو عندك عرض عمل مرفوض، اكو شخص راح يجي يعرض عليك عمل وانت راح ترفض هاي الفرصة او راح ترفض عمل هذا الشخص بسبب الطاقة السلبية اللي موجودة عندك. بس ان شاء الله الطاقة السلبية هذه راح تخف اول ما يصير القمر ببرج الدلو ان شاء الله يعني يتحول. فاشوف انه الامور تبدأ تبلش تتحسن، بس انت حتى على الصعيد العاطفي اشوف امورك متعبة، على الصعيد المادي عندك امور هواية متعبة، هواية تحس اكو تأخيرات قاعدة تصير عندك بكل الامور اللي تحاول انه تخطو بيها خطوة. على الصعيد الصحي شوف انه عندك نوع من الارق خلال هاي الفترة، راح يكون الصداع، حتى نومتك شوفك قلق بيها، البعض منكم ممكن يكون حتى قاعد يعاني من ارق وتعب، واكو كوابيس قاعد يشوفها حتى من ينام. فاكو عندك ارق، اكو بعض منكم يعني كان داخل بفترة اكتئاب وهسه دا يحاول يطلع من عندها، يعني مو اكتئاب اكتئاب بالمعنى الحقيقي ولكن نفسيته من قد ما متعبة كانت هو موقف كل اموره. فهاي الطاقة اشوفها يعني ما راح ترافقك من نهاية الشهر، الامور راح تبلش تتحسن. شوف على الصعيد الصحي قلت لكم يعني اشوفك وصداع، ممكن تعاني من صداع بسبب الارق وكثرة التفكير اللي الطاقة السلبية اللي موجودة عندك. البعض منكم اشوف عنده الام بالاقدام راح تكون خلال هاي الفترة، خاصة القدم اليمنى، اشوف القدم اليمنى شوية راح يصير عندك بيها تشنجات او اوجاع، فحاول لا تهمل هذا الموضوع من يصير. فاشوف انه انت يعني بالفترة الحالية موقف كل شيء ودا تحاول انه يعني تعيد تقييم التجارب اللي مرت بحياتك، تعيد ترتيب حياتك من جديد، يعني تحاول ترجع تتوازن. بس انت ما قاعد تخطي هاي الخطوة، انت بس مقرر انه هسه تقعد شلون تحط حجر الاساس. فانت هسه موقف كل شيء وتريد تفكر حياتك شلون راح تكون بالفتره الجايه. اشوف عندك وجهات نظر جديده راح تجي خلال هاي الفتره، راح تكون عندك اكو ازمه مريت بيها تقريبا قبل صار لك 4 اشهر او 4 اسابيع. شوف هاي الازمه غيرت هوايه شغلات بحياتك، غيرت هوايه افكار عندك، يعني طريقه تفكيرك قاعد اشوفها بلشت تتغير خلال هاي الفتره. وانت امورك يعني مقرر انه هاي الفتره انت بس تقعد تستريح وترمي حمولك على الله مثل ما يقولون اخواننا المصريين. فاشوف يعني الطاقة اللي غالبة عليك حاليا هي طاقة التوقف وعدم التقدم، انت ما تريد تتقدم باي شيء حاليا، تريد تبقى متوقف. على الصعيد العاطفي، حتى على الصعيد العاطفي قاعد اشوف انه ممكن يكون
اكو موضوع غيرة وزعل صاير بينك وبين الشريك، وانت رغم انه انت مشتاق لهذا الشخص وتريد تصالحه وتريد ترجع العلاقة بيناتكم، ولكن ما تريد تتخذ هاي الخطوة حاليا. انت منتظر هذا الشخص هو اللي يجي ويصالحك، وهذا الشخص ايضا طاقة الشريك اساسا، هو هذا الشخص مل من انتظارك. فاذا كنت انت سبب بزعل هذا الشريك، انصحك انه تروح تصالح هذا الشخص خلال الفترة الجاية، لانه هو بلش يمل من الانتظار وراح يصير تواصل بينك وبينه. يعني هاي للناس اللي مرتبطين وبينهم زعل صار لفترة، اشوف بسبب موضوع غيرة، موضوع شيك، لانه قلت لك انت حاليا تفكيرك اغلبه سلبي. فيعني انت حتى الشريك ما قاعد تفكر فيه بصورة صحيحة، هو قاعد اشوف ماخذ عنك نظرة انه انت تقريبا مو جدي وياه بالعلاقة، قاعد يشوفك مو ناضج ومو جدي وياه بالعلاقة، وده تحاول انه تتهرب من عنده خلال هاي الفترة، وواقف دا يراقبك من بعيد، اكو مراقبة من بعيد دا يراقبك، ونفس الوقت منتظرك انت تجي. هو ممكن يكون خطأ خطوة تجاهك وانت تراجعت خطوة، لانه دا اشوف هو ممكن يكون تقدم خطوة ومنتظر النتائج، انت على اساس هاي الخطوة اللي هو خطاها تراجعت انت للوراء ما تقدمت. فاشوف هذا الشخص منتظرك ومشاعره تجاهك مشاعر يعني صادقة، واذا كانك زعل بينك وبينه فاشوف انه هو قاعد يريد يصلح الموضوع خلال هاي الفترة، والامور بيناتكم اساسا راح يعني تتحول ان شاء الله الى صلح وشفاء، وراح يعتذر منك على الغلط اللي غلطه بحقك، او حتى اذا كنت انت، لان القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية. فايا كان هذا الشخص اشوف انه الطاقة اذا كانت طاقته هوائية هنا يمي موجودة، فهذا الشخص اشوفه راح يرجع خلال هاي الفترة، وراح يصير صلح بيناتكم، والامور بيناتكم راح تتحسن، والعلاقة راح ترجع مثل ما كانت. بالنسبة للمنفصلين اشوف انه صار لك فترة طويلة انت منتظر رجوع شخص، هذا الشخص العلاقة بيناتكم بالسابق ممكن تكون كانت منتهية، او حتى بينكم بلوك. وهنا عندي طاقة نارية موجودة، وايضا برج العقرب، اذا كنت تتعامل ويا شخص من برج العقرب، فاشوف انه كان بينك وبين هذا الشخص بلوك، وانت منتظر منه تواصل او منتظر منه رجوع، وانت يعني رغم انه التواصل مقطوع بيناتكم وكلامك، بس انت لحد الان عندك احساس انه العلاقة بيناتكم ما منتهية، الحب بداخلك بعد ما ميت. اشوف انه هذا الشخص خاصة اذا كان برج مثلك، برج الجوزاء، او هنا طاقة عندي برج الميزان ايضا، يعني اشوف انه طاقتك ويا برج الميزان وبرج الجوزاء خلال هاي الفترة راح تكون طاقة زينة، تعاملك وياهم العلاقة بيناتكم راح تكون بها نوع من التوازن المصالحات خلال هاي الفترة، ولكن اشوف علاقتك ويا الابراج المائية شوية راح يكون بها التقلبات، نوع من الروتين الملل، فحتى المشاكل اللي بيناتكم راح ترجع تتكرر ما تنحل، خاصة اذا كان هذا شخص من برج الحوت. اشوف تعاملك ويا برج الحوت يعني خلال هاي الفترة راح يكون جدا متعب إلك، وهذا الشخص راح الإحباط اللي موجود عندك أساسا والتوقف هو راح يزيد أكثر من عنده، راح يحبطك أكثر، وراح يبقيك متعلق يعني بعلاقتك وياه، أنت ما تعرف شلون، يعني احنا بالعراق نقول ما تعرف راسك من رجليك. فأنت هذا الشخص أنت متعلق وياه حاليا، يعني هو مبقيك هيجي ومبقي الوضعية وما يريد حل، وما قاعد يبحث عن صورة حل جديدة. أشوف إنه خلال هاي الفترة شوية الأمور راح تكون متعرقلة ويا شخص من برج الحوت، إذا كنت تتعامل ويا هاي المنفصلين أشوفه مطول شوية بالرجوع هذا الشخص، والكلام بيناتكم حتى شوية يكون سلبي. أما بالنسبة لباقي الأبراج، خاصة إذا كنت تتعامل ويا شخص من برج العقرب أو الميزان أو الجوزاء، انتبهوا على هاي الأبراج اللي قاعد أقولها. أشوف إنه أكو رجوع راح يصير بينك وبين هذا الشخص. هذا الشخص ممكن كان يتجاهل مكالماتك بالسابق، او حتى التواصل مقطوع، ممكن بلوك، اشوف البلوك راح ينرفع خلال هاي الفترة ان شاء الله. اكو رجوع بيناتكم واكو مصالحات، ولكن لازم تكون حذر جدا بعلاقتك ويا هذا الشخص بالفترة الحالية. اشوف انه انت هواي عانيت بسببه بالسابق، فهذا الشخص من يرجع حاول انه تخلي له حد من الاول، تخلي حدود علاقتك وياه، تخلي حاجز، يعني تحاول انه تحمي مشاعرك خلال هاي الفترة. يعني اشوف انه هذا الشخص هو صح راجع، وحتصير مصارحة يعني مصالحة بينك وبينه، ومصارحات بينه وبامور هواية راح تبين ترجع، لان اشوف انه اكو علاقة بالسابق كانت يعني علاقة ماتت انتهت، هسه راح تبلش ترجع تنولد من جديد. اكو فرصة ثانية للمنفصلين بعلاقة اشوفها راح ترجع، الشيء الغير متوقع حدوثه خلال هاي الفترة وراح يحدث. اشوف انه
اكو تواصل راح يصير وياكم خلال هاي الفترة، خبر راح تسمعونه بنهاية هذا الشهر، الخبر راح يكون مفاجئ لكم وراح يجيكم من شخص اساسا، يعني انتوا راح تتفاجئون من الشخص اللي جاب لكم الخبر اكثر ما راح تتفاجئون من الخبر نفسه. هذا الخبر اشوفه خبر زين، خبر راح يغير هواية امور بحياتكم هنا، ويعني خبر راح يكون فرحة ممكن لكم ممكن لعائلتك، ولكن هو راح تصير بيه مثل لما تشمل او هيك فرحة، ويعني الناس حتى تعرفه تتداوله خلال هاي الفترة. الخبر قاعد اشوفه زين ومن صالحك يكون. فعندك خبر حلو بنهاية اخر يعني بهاي الايام، ممكن بعد 9 ايام، نقول احسب 9 ايام من تاريخ هذا الفيديو، وممكن بعد يوم، الله اعلم. احنا كل شيء نقول العلم عند الله، هي مجرد توقعات، يعني انتوا لا تاخذوها انه تمشون بها بحياتكم 100%، هي مجرد توقعات، وممكن تكون رسالة يعني كانت لازم توصلكم ووصلتكم. فأكو عندك خبر حلو، الخبر كلش راح تتفاجأ من عنده خلال هاي الفترة إن شاء الله، راح يجيك هذا الخبر وراح تسمعه. النصيحة لك يقول لك إنه اترك الكسل، اترك التباطؤ، اترك هذا التثاقل الموجود، حاول تخطي خطوة للأمام، استعيد توازنك، استعد سيطرتك على الأمور. إنه أنت قاعد أشوفك هامل عملك، هامل نفسك، هامل الشريك، هامل العلاقات، هامل العائلة، مسؤولياتك كلها، حاول إنه تسترجع